تباين سعر صرف الدولار الأمريكي والعملات أمام الليرة السورية في تعاملات وتحركات السوق السوداء، وتقارير تتحدث عن أسباب ارتفاع أسعار السلع في سوريا في الفترة الأخيرة، وعودة ارتفاع أسعار الذهب في سوريا على خلفية عودة صعود سعر الأونص عالميا. هذه هي عناوين أهم الأخبار والأحداث الاقتصادية في سوريا. للمتابعة كمل معي، أنا حسين علي بتكلم في الذهب والدولار والعملات. في البداية ما ننساش نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ففيها الخير والبركة. وما ننساش ندعي لكل إخواتنا في الوطن العربي، ربنا يحفظهم ويسلمهم من كل شر رب العالمين. يلا بينا نبدأ، أهلا بيكم. تباينت أسعار صرف دولار الأمريكي والعملات اليوم الخميس 5 سبتمبر 2024، ليتحرك الدولار في السوق السوداء بين مستويات 14700 ليرة إلى 15600 ليرة. ووفقا للأسعار المعلنة في السوق السوداء، فإن المية دولار هتساوي 1,470,000 ليرة. في نشرة السوق الرسمية، حدد مصرف سوريا المركزي سعر الدولار في نشرة المصارف والصرافة عند 13,660 ليرة، وفي نشرة البنوك عند 12,500 ليرة. وبالنسبة لأهم الأخبار الاقتصادية في سوريا، تحدثت تقارير عن أسباب ارتفاع أسعار السلع. وفي التفاصيل، قالت تقارير اقتصادية إن الصناعي يتخذ حجته الدائمة لرفع أسعار سلعه ومنتجاته للتكاليف المرتفعة التي يتحملها نتيجة لغلاء أسعار المحروقات وعدم استقرار سعر الصرف. وتساءلت التقارير كيف ترتفع أسعار السلع مع ثبات أسعار الصرف منذ نحو شهرين تقريبا، وارتفاع المحروقات هو طفيف، يكون الارتفاع بمقدار 50 ليرة والانخفاض بنفس المقدار. ومن جانبه قال عبد الرزاق حبزة، أمين سر جمعية حماية المستهلك والخبير الاقتصادي، إن مسؤولية ارتفاع الأسعار في ظل ثبات المحروقات والليرة توزع بين الحكومة والتاجر والوسطاء بين المستهلك والسلعة، الأمر الذي يؤكد عدم وجود خطة زراعية واضحة معينة. رغم وجود خطة نظرية لوزارة الزراعة، لكنها لم تنفذ على أرض الواقع، وذلك لعدم قدرة الفلاح على تنفيذ تلك الخطة. وأكد عبد الرزاق حبزة أن ذلك يعود لتراجع قدرته على تأمين حوامل الطاقة والأسمدة وآليات النقل، وهو ما انعكس على ارتفاع الأسعار، وهنا لم يعد لسعر الصرف أي تأثير. كما أن هناك عدة مشاكل دخلت على خط ارتفاع الأسعار، كارتفاع تكاليف المواد الأولية وتدني دخل المواطن بشكل كبير، وهذا يسبب خلل كبير في الأسعار. كذلك فإن هناك احتكار لبعض أنواع المواد كالبطاطا والثوم التي يستغلها ضعاف النفوس، ومع الأسف يتم تخزينها في البرادات الحكومية المأجورة وتطرح لاحقا في حال ارتفاع الأسعار. وذكر حبزة أن جمعية حماية المستهلك كانت تنادي المؤسسة السورية للتجارة أن تقوم بتخزين هذه المواد لطرحها في أوقات الندرة لخلق نوع من التوازن بين سعر الفلاح والتاجر وسعر السوق. وفي النهاية فإن الخاسر الوحيد والذي يدفع ثمن ارتفاع الأسعار هو المواطن البسيط الذي يعاني من صعوبات الحياة اليومية في ظل تدني دخله وراتبه. ورغم كل ما يعانيه المواطن من سوء في الحالة المعيشية، أجده لا يزال متمسك بآمال وأحلام عودة الحبيبة سوريا لما كانت عليه من قبل، الهلال الخصيب الذي يربط بين الشرق والغرب. وأقولها وأكررها في كل حلقة إن حييت، بلادك حياتك وشرفك، إن بقيت بقيت أنت وذكرت، وإن فنيت وانكسرت تشردت أنت بين الدول. فالتاريخ إما أن يذكرك بأفعالك الوطنية المشرفة أو ينساك للأبد. وبالنسبة لسعر صرف الدولار في عدد من المدن والمحافظات السورية اليوم الخميس، سجل في دمشق وحلب واللاذقية وحماة ودرعا والسويدة وحمص أسعار تتراوح ما بين 14,700 ليرة إلى 14,850 ليرة. وفي إدلب وعين العرب ومنبج والرقة ودير الزور والحسكة سجل الدولار أسعار تتراوح ما بين 15,300 ليرة إلى 15,600 ليرة، وهذه الأسعار هي التي يتحرك فيها الدولار منذ أكثر من شهرين تقريباً.
وبالنسبة لأسعار العملات أمام الليرة السورية فقد تباينت، وسجل اليورو 16342 ليرة مبيع و16226 ليرة شراء، وسجلت الليرة التركية 433 ليرة مبيع و429 ليرة شراء، وسجل الريال السعودي 3952 ليرة مبيع و3922 ليرة شراء، وسجل الدينار الكويتي 48373 ليرة مبيع و48020 ليرة شراء، وسجل الجنيه المصري 305 ليرة مبيع و300 ليرة شراء. وعلى صعيد أسعار الذهب والفضة في سوريا، سجل جرام الذهب عيار 24 مليون و190 ألف ليرة، وسجل جرام الذهب عيار 22 مليون و93 ألف ليرة، وسجل جرام الذهب عيار 21 مليون و45 ألف ليرة، وسجل جرام الذهب عيار 18 896 ألف ليرة، وسجلت أونصة الذهب 2493 دولار فاصل 51 سنت، وسجلت ليرة الذهب 8 مليون و305 ألف ليرة سورية اللي بتساوي 561 دولار فاصل 19 سنت، وسجلت أونصة الفضة 416205 ليرة سورية اللي بتساوي 28 دولار فاصل 12 سنت، وسجل جرام الفضة في سوريا 13382 ليرة. دي كانت جولتنا للسعرات أسعار صرف الدولار والعملات والذهب والفضة في سوريا. لو وصلك الفيديو ما توقفوش عندك علشان غيرك يعرف الأسعار ويعرف تحديثاتها أول بأول. تابعني وادعمني، أنا حسين علي هقدم لك كل جديد في عالم الدولار وعالم الذهب. دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.